الباب الثاني باب ماذا؟ بيان شيء من أنواع السحر. لماذا؟ يريد يقول لك انتبه أنت في زمن السحر فيه أنواع كثيرة، ليس سحر، ما يكتب سحر، يكتب إيش؟ تنويم مغناطيسي، تنويم والله صدق تنويم مغناطيسي، ألعاب خفة يد، فانوس سحري، خاتم سليمان، صح؟ برمجة عصبية، تتعرفه؟ سبحان الله. هذا الأخ معاذ مبرمج عصبيا على ماذا؟ أنه يمشي فوق النار يحرق أو لا؟ يحرق. قال أنت مبرمج مثل الجهاز، مثل الكمبيوتر مبرمج، فيقول لابد تغير هذه البرمجة. يقول كيف تغير هذه البرمجة؟ أمشي على النار على الجمر أحرق. قال لا، لابد تصنع إيش؟ فورمات أو ديليت للذاكرة، تمسح المعلومات التي لديك هنا وتنزل معلومات جديدة، وهي أنك تمشي على الجمر ولا تحرق. قال اقتنعت، لا أستطيع أمشي على برمجة عصبية، يمشي لا يحرق، يمشي على الجمر لا يحرق. من تحمله؟ الشياطين، مفهوم؟ لأن هذا خوارق عادات. طيب أيضا عندنا يقول الشيخ صالح للشيخ حفظه الله، يقول شراء المجلة، شراء المجلة أو الجريدة التي فيها الأبراج، برج الحوت وبرج الأسد وبرج العقرب وبرج المهم، يقول شراء المجلة التي فيها أبراج إيش؟ محرم. شراء المجلة عندما تفتح المجلة هكذا تنظر في الأبراج، لا تقبل لك صلاة 40 يوم، تصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن لا تصدق اليوم، ممكن بعد يومين ثلاثة يحدث لك شيئا من الأشياء التي قرأتها هنا، قراءة الكف، الفنجان، نعم، سماع ما يمكن تسمع لهؤلاء، تسمع تقرأ لا تقبل لك صلاة 40 يوم، قد تصدق في الوقت وبعد الوقت، مفهوم؟ وأصلا هم يعني هؤلاء يقول لك يعني يخبروك عن أشياء تحدث عن كل الناس. قال ستسمع خبر سعيد بعد أيام وخبر تعيس، هناك من يحقد عليك، نعم ستمرض بعد أيام، هذا متزوج يقول له تخاصمت مع زوجتك في يوم العيد. لا يوجد أحد متزوج لا يتخاصم مع زوجته في يوم العيد، معروف هذا عند المتزوجين، أمر طبيعي، خصومة بين الزوجين أمر طبيعي، ملح الحياة، صحيح؟ فيقول أنت تخاصمت مع زوجتك، طبعا تخاصمت، إيش الإشكال؟ مفهوم؟ فهو يذكر له، وهذا يقول صدقت، صدق كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا لابد نعرف إن من البيان لسحرة. هذا ذكر المؤلف في أي باب؟ بيان شيء من أنواع السحر. ما علاقة إن من البيان لسحرة؟ البيان الفصاحي، وقد يتكلم بكلام فصيح ويحق الحق ويبطل الباطل، هذا حق بل واجب، وقد يتكلم بكلام فصيح ويجعل الباطل حقا والحق باطلا، وهذا باطل. ما علاقة إن من البيان إلى سحرة في بيان شيء من أنواع السحر؟ من يعرف؟ خطأ من بعض النساق إخواننا، ولا خطأ واحد. نعم الشيخ، البيان يسحر الناس، تمام. الساحر يتكلم بكلام فيه سجع ويسحر، وقالوا أن النمام، لا هذا إيش علاقته؟ لا النمام الثاني، أنه يتكلم بكلام بيان وفصاحة ويجعل الباطل حق والحق باطل ويقلب عليك الحقائق. إذن أراد أن يبين أن الساحر يقلب عليك، يلبس عليك، لكن هو لا يستطيع طبعا أن يخلق من العدم، ما يمكن. نعم، سحروا أعين الناس واسترهبوه، تمام. ثم قال
ألا أنبئكم ما العظة يصح على وزن عيدة هي القالة بين الناس. هذا خطأ من النسخ ولا شك، لأن القالة بين الناس الغيبة والنميمة ليس لها علاقة بالسحر، صح؟ غيبة ونميمة كبيرة، ما علاقة الغيبة والنميمة بباب السحر؟ خطأ من بعض النسخ. أحسن، سبحان الله. نعم، إذا ما علاقة الغيبة والنميمة؟ يقول القال بين الناس، إيش العلاقة؟ نعم، أراد أن يبين لك أن من أنواع السحر التفريق، الصرف والعقل، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لأن النمام يفرق في لحظة ما لا يفرق الساحر في 5 سنين. الساحر ممكن يتعب 5 سنين ما يفرق، هذا يفرق في ايش؟ في لحظة. قل ايش تريد بدرس التوحيد؟ خلاص انتهى الموضوع، لا ياتي احد يدرس كتاب التوحيد. قل ايش تبغى في كتاب التوحيد؟ التوحيد عرفنا. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل من كبار الصحابة، داخل الدهاة 4 في الصحابة، منهم رضوان الله، من؟ المغيرة بن شعبة. يقول ما غلبني أحد، لم يغلب، يعني ما أحد بالعامية عندنا يعني ضحك عليه غش يعني، نعم، إلا غلام. يقول حتى ليس برجل اللي غلبني واحد، وليس برجل، غلام. ما القصة؟ قال خطبت امرأة، خطب مغيرة أمين ولا عثمان رضي الله عنها الإمارة، قال خطبت امرأة، فجاء لي هذا الغلام وقال يا أمير رأيت رجل يقبل هذه المرأة صحابي، فتركت خطبة المرأة. قال وإذا بعد زمن أرى هذا الغلام زوجا لهذه المرأة، فأمسك، قال ألم تقل لي؟ قال والله ما كذبت، والدها يقبل. اعمل أبا زيد كل آلة فالمرء يغلب لا أحد، مفهوم؟ إذن النمام يفرق ما لا يفرق الساحر في سنين. وأراد أن يبين أن من أنواع السحر التفريق، من أنواع السحر النظر في النجوم، من أنواع السحر العقد مع النفس، قراءة المجلات، الفنجان، الكف وغيره. بيّن لك السحر وبيّن لك أنواع السحر، الآن يريد يبين لك في الباب الثالث من هو الساحر. قال الساحر والمنجم والعراف والرمال شيء واحد، كل من يدعي معرفة الغيب، معرفة الأمور، معرفة ما في الضمير، وارتاح واجعلهم شيئا واحدا وارتاح في التعريف. من هم وكيفية الإتيان ذكرنا، الإتيان تأتي تجالسه، تأتي إلى بيتك، أو اتصال، أو رسالة، أنت SMS ولا رسالة عادية ولا رسالة إيميل، أو ترسل إنسان، أو تتفرج على القنوات التلفزيونية، قنوات الإنترنت، هذا إتيان للساحر لا شك. حكم الإتيان يأتيه أو يفتح القناة التلفزيونية لا تقبل له صلاة 40 يوم. صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.